وكان في كان في سياق انه لكل يعني شيء ضار تاتي نعم. له احيانا ايجابيات فرعيه نعم. فتحدثت انا عن هذه الايجابيه وذكرت ان الايجابيه الاكبر عندما نعمل رد علمي ونفتش تراثنا ونعرف ما الاساءات التي اخذها الفيلم من تراثنا والاساءات التي انفرد بها حتى لاني انا ارى نعم. ارى ان الفيلم ينقسم قسمين في قسم افتراءات ليست موجوده لا عندنا ولا عند الشيعة ولا افتراءات موضوعه هكذا بقصد الاساءه واشياء مبنيه على للاسف على تراث عندنا كنا لم نمتلك الشجاعه في المراجعه القديمه لم نمتلك مراجعه نقد الاساءات الموجوده في سيره النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الفيلم احدث نوع من المشتركات التي تناسيناها يعني نعم. اللي هو تجد الجميع يعني تناسوا مساله حتى خف الاصطفاف مواقع الانترنت وكذا اصبح شوي لكن نحن المشكله نعود يعني نعم. يعني لن يصحينا شيء يعني نعود للطائفيه يعني حدث نتجاوزه ثم نعود اي نعود للاسف نعم. صحيح